بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه المحاضرة إخواني إخواتي هي أولى محاضرات سلسلة أبين فيها آية عظيمة من آيات القرآن الكريم، وهي آية جديدة هداني إليها الله عز وجل. وقد يعني تعلمون أنه في محاضرات السابقة بينت آيات بفضل الله عز وجل، مثل آية إحياء الموتى كما ذكرها المولى عز وجل في القرآن الكريم، الآلية العلمية لإحياء الموتى، كيفية تأثير الشيطان على الإنسان، وأن هذه عبارة عن حقيقة ستغير العالم إذا أدرك الناس كيف يؤثر هذا الشيطان عليهم. ويعني آيات أخرى من القرآن الكريم، مثل كيفية تعلم الهندسة من القرآن، كيفية تعلم العلوم بكافة فروعها من القرآن الكريم. اليوم إن شاء الله سأقدم آية عظيمة آية المولى عز وجل من كتاب الله، وهي الآية في رقم 19. فطبعا هذه الآية سأقدمها في سلسلة إن شاء الله من المحاضرات، هذه أولى المحاضرات وهي مقدمة عن الآية في رقم 19، يعني تمهيد للطريق لما سترون إن شاء الله في المحاضرات القادمة. وموضوع رقم 19 موضوع طبعا آية عظيمة جدا جدا، كل آية في القرآن الكريم هي آية عظيمة، وهذه الآية طبعا لا يعني تقل أهمية عن آية إحياء الموتى وعلامة الصانع، علامة الله عز وجل في صنعه وتعلم الهندسة من القرآن الكريم. فأحببت إن شاء الله في هذه المحاضرة مقدمة عن الآية في رقم 19. الآن إخواني إخواتي، المقدمة كالآتي، إنه في القرآن الكريم الله عز وجل يذكر رقم 19، يذكر هذا العدد في سورة المدثر. وإذا قرأنا الآيات قبلها وبعد ذكر الله عز وجل رقم 19 في القرآن الكريم نفهم أهمية هذه الآية. فلنبدأ إن شاء الله. ففي سورة المدثر إذا قرأنا قول المولى عز وجل من الآيات 25-29، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. ففهم هذه الآيات أنه الناس في وقت محمد صلى الله عليه وسلم اتهموه بتهم كثيرة، ولكن أكثر تهمة اتهموه فيها بأن هذا القرآن كلام بشر، يعني أنه من وضع محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا تفكرنا أنه في زماننا هذا يتهم الإسلام بتهم كثيرة، ولكن أكثر تهمة يتهم بها القرآن الكريم بأنه من وضع بشر، بأنه من وضع محمد صلى الله عليه وسلم، بأن بشر كتب هذا الكتاب. فهذه في الآيات إن هذا إلا قول البشر، هذا الاتهام. فلنرى جواب الله عز وجل على هذا. الله عز وجل يقول سأصليه سقر، يعني الذي يؤمن بأن القرآن الكريم هو من وضع بشر ولا يؤمن بأنه من عند المولى عز وجل سيدخله الله في جهنم، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، وصف لجهنم لكي الناس يعني يخشوا الله عز وجل ويفكروا قبل أن يقولوا هذا الكلام بأن القرآن الكريم هو من عند بشر. الآن إذا تفكرنا في الآية التي تلي هذه الآيات، هي الآية رقم 30 في المدثر، في وصف الله عز وجل لجهنم يقول عليها 19. يعني في القرآن الكريم ذكر رقم 19 في هذا الموضع، أنه بعد ذكر الله عز وجل لجهنم وما فيها في جهنم، الله عز وجل يقول عليها 19. فإذا هنا ذكر رقم 19، وطبعا عليها 19 إنه هذه جهنم الذي يوضع فيها البشر الذين يعتقدون ويؤمنون بأن القرآن الكريم هو من كتابة بشر، سيوضع في هذه في سقر في هذه جهنم، على يعني الملائكة الذين يشرفون على عذاب البشر في هذه النار سيكون عددهم 19 ملكا،
مرة أخرى. يعني الله عجل يصف جهنم، ومن وصفه لجهنم الذي يوضع فيها الإنسان الذي يؤمن بأن القرآن الكريم هو من عند وضع بشر، من كتاب، من كلام بشر، إنه عليها 19 ملكا، 19 ملك سيكونوا على هذه النار مشرفين على عذاب البشر فيها. يعني إذا أخذنا الآيات التي بعدها سورة المدثر آية رقم 31، فيها يقول حق جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. صدق عظيم. فهنا الله عز وجل يقول يعني فحوى هذه الآية بأنه هذا العدد، أنه عدد الملائكة 19 المشرفين على عذاب الناس في هذه النار، الله عز وجل حدد هذا الرقم 19 بأن يكون عدد الملائكة 19 ليكون فتنة، أي امتحان للناس، امتحان. وفي آخر آية الكريمة الله عز وجل يقول: وما هي إلا ذكرى للبشر، يعني تذكرة، وسنرى هذا أكثر وأكثر. يعني إذا أخذنا أيضا الآيات التي تلي هذه الآية، سورة المدثر الآيات من 32 إلى 34، بسم الله الرحمن الرحيم: كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر. فهنا يقسم الله عز وجل: كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر. يعني نلاحظ إخواني إخواتي، إذا تفكرنا مليا، هناك تأكيد وتركيز على هذه الآية. يعني هناك قسم بعد ذكر رقم 19 والحكم من رقم 19 امتحان للناس، هناك قسم. يعني الله يقسم بأمور كثيرة: كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر. يعني هناك ملاحظ إعطاء أهمية، الله يقسم بأمور كثيرة بعد هذه الآية. والآية رقم 35 سورة المدثر الله عز وجل يقول: إنها لإحدى الكبر. إنها لإحدى الكبر. ما معنى إنها لإحدى الكبر؟ يعني إنها لإحدى الآيات الكبيرة من آيات المولى عز وجل. مرة أخرى، معنى إنها لإحدى الكبر يعني رقم 19 سيكون آية عظيمة من آيات المولى عز وجل. فإخواني إخواتي، بعد هذه الآيات الكريمة وقسم الله عز وجل فيها وتركيزه على رقم 19، ألا تعتقدون بأن في هذا الرقم آية عظيمة يجب اكتشافها؟ فنلاحظ يعني إذا الإنسان تفكر فيها، كل هذا التركيز وكل هذا القسم، إذا سيكون في رقم 19 شيء كبير. الآن السؤال المهم: ما هي الآية في رقم 19؟ ما هي الآية في رقم 19؟ وهذا إن شاء الله الذي سأقدمه في الحلقات القادمة بهدى من الله عز وجل. الله عز وجل هداني إلى الآية في رقم 19، ماهية هذه الآية، وسأقدمها إن شاء الله على شكل مجموعة من الحلقات تبدأ من الحلقة القادمة في فهم الآية في رقم 19 وكيفية استخدامها للدعوة إلى الله عز وجل، لزيادة الإيمان ولتطبيقات عملية في حياتنا. يعني هذه الآية ليس فقط شيء نظري، ولكن ستكون إن شاء الله زيادة الإيمان، استخدامها في الدعوة إلى الله ودعوة غير المسلمين إلى دين الله عز وجل، وأيضا إلى تطبيقات عملية في حياتنا، كيف نطبقها لتصبح حياتنا أفضل. ولكن لإعطائكم لفتح الشهية قليلا، بدل ما أترككم الآن على يعني هذا إن شاء الله على هذا الحماس لمعرفة الآية، سأعطيكم يعني مقبلات وفاتح شهية لهذه الآية، فقط يعني شيء بسيط الآن لتتابعوا إن شاء الله الحلقات القادمة. الآن طبعا كما قلت هذه الأمور سأعيدها في الحلقات القادمة، ولكن في يعني مقتطفات من الذي سيأتي إن شاء الله. الآن إخواني إخواتي، عندما يذكر الله عز وجل أمور في القرآن الكريم، يعني مثل الإبل، العنكبوت، النحل،
ترى لماذا الله عز وجل يذكر هذه الأمور في القرآن الكريم؟ يعني إنسان تفكر يذكر الله الجبال، السحاب، النحل، لماذا يذكرها الله عز وجل؟ لماذا يذكر هذه الأمور في القرآن الكريم؟ يذكرها يا أخي ويا أختي، يذكر الله عز وجل هذه الأمور لكي تتفكر فيها، تفكر فيها، تتدبرها، لكي ترى آيات الله عز وجل فيها، ولكي ترى المعرفة التي يريد الله عز وجل يعلمك إياها من هذه المخلوقات، لكي تصبح أنت كإنسان مؤمن المعلم الآخرين وليس المتلقي الذليل. فهمنا لماذا الله عز وجل يذكر هذه الأمور؟ تتفكر فيها لترى آيات الله عز وجل فيها، ولتعرف المعرفة التي يريد الله عز وجل يعلمك إياها من النحل، من الإبل، من الجبال. وطبعا هذا بينته الحمد لله في محاضراتي. الآن رقم 19، الله يذكر في القرآن الكريم. إذن ماذا يريد الله عز وجل منك الآن؟ أن تتفكر في هذا الرقم، تتدبره، مثل ما أنت تنظر إلى النحل وكيف الله عز وجل خلق خلايا النحل وكيف تقوم النحل بوظائفها. تنظر في رقم 19، تنظر فيه، تتفكر فيه، ما أهمية هذا الرقم؟ ما هو الشيء المميز فيه؟ فهذا الذي سأبين إن شاء الله في المحاضرات القادمة، ولكن كما قلت يعني مقدمة بسيطة. رقم 19 إذا أخذته بأبسط صورة هو عبارة عن 19 وحدة مجموعة لبعضها البعض. يعني إذا أخذ من أمور بأبسط صورها، أبسط شيء إخواني إخواتي، رقم 19 عبارة عن 1 زائد 1 زائد 1 إلى أن تصل، يعني 19 وحدة مجموعة مع بعضها البعض، 1 زائد 1 زائد 1 زائد. هذا هو رقم 19، 19 وحدة مجموعة مع بعضها البعض. فإذا لاحظ كيف التفكر في الرقم، تفكر في الشيء الذي خلقه الله عز وجل، سواء كان رقم 19، سواء كان نحل، سواء كان إبل. إذا رقم 19 بأبسط صوره هو عبارة عن 19 وحدة مجموعة مع بعضها البعض. الآن إذا مثلنا هذه الوحدات بشكل هندسي، مثلا بكرات كما ترون على الشاشة، إذا مثلنا هذه 19 وحدة بكرات، إذا يكون عندنا 19 كرة، صحيح؟ سيكون عندنا 19 كرة. ورأينا ما هو أفضل شكل هندسي يمكن ترتيب هذه الكرات فيه لتكون مستقرة. ستشاهدون الشكل أمامكم على الشاشة، هذه عبارة عن 19 كرة مرتبة بهذا الشكل، فهذا يمثل رقم 19 من ناحية رياضية هندسية. فرقم 19 من ناحية رياضية هندسية هو هذا. نلاحظ أخواني أخواتي كيف التفكر في الأمور سهل جدا، لا تحتاج أي متطلبات سابقة، فقط كتاب الله عجل والتفكر في الأمور. الآن ستشاهدون وتعلمون الآية العظيمة في رقم 19، بأن هذا الشكل الهندسي الذي ترونه أمامكم على الشاشة يحتوي على علم الخلق بالكامل. تبارك الله أحصى الخالقين وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذا رقم 19 والشكل الهندسي الذي تشاهدونه أمامكم على الشاشة اللي هو تمثيل رقم 19 من ناحية رياضية يحتوي على علم الخلق بالكامل. كل الخلق الذي تعيش فيه يحتوي على علمه، يحتوي على علم الخلق. كل هذا الكون الذي خلقه الله عز وجل، كل علمه وكيف ديناميكياته وكيف يعمل وكيف خلق وكيف سينتهي، كل هذا في هذا الشكل. وهذا إن شاء الله سنراه في الحلقات القادمة. وطبعا عملية تخزين المعلومات بأشكال هندسية هذا ليس غريبا على الله عز وجل. ففي أجسامنا وفي كل المخلوقات هناك تخزين لمعلومات بطريقة هندسية. فمثل مركب الحامض النووي الريبوسومي DNA فيه معلومات لخلق كل مركبات جسم الإنسان. وطبعا هذه المعلومات وضح الله عز وجل في هذا المركب بطريقة هندسية. يعني كما تشاهدون على الشاشة الترتيب الهندسي والشكل الهندسي مركب DNA يخزن معلومات، وكمية هذه المعلومات أنها فيها معلومات اللازمة لخلق أي مركب في جسم الإنسان. فقصدي يعني أنه موضوع تخزين المعلومات بشكل هندسي ليس شيء غريب عن الله عز وجل. فإذا نرجع إلى الشكل رقم 19، الآن السؤال كيف نستطيع من هذا التمثيل الرياضي رقم 19 أن نعرف نستنبط علم الخلق بالكامل؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذه إن شاء الله سترون يعني مقدار هذه الآية العظيمة،
أنه في شكل هندسة رقم 19 في علم الخلق بالكامل في هذا الشكل الهندسي. وطبعا هذا الشيء يعني يفوق معارف البشر الآن. يعني البشر الآن يحاولوا يعملوا شيء يسمى الترميز كودينج، أنه يضع كود أو شكل هندسي في معلومات، يعني مثل عملية كومبريشن المعلومات، ضغط المعلومات. فهل تعتقدون إذا بينا بأنه للناس أجمعين أنه كل علم الخلق بالكامل هذا في هذا الشكل الهندسي رقم 19 هذا يفوق قدرة البشر على الكودينج وعلى الترميز وعلى كل هذه الأمور؟ آية عظيمة يا المولى عز وجل، والناس يفهموها بطريقة رياضية منطقية، كيف أن الله عز وجل وضع كل معلومات الخلق في هذا الشكل الهندسي، شيء يفوق قدرة البشر على يعني كل المستويات. وإن شاء الله الآن يعني أصبح هناك يعني فاتح للشهية الآن، وفي المحاضرات القادمة سأبين هذه التفصيل وكيف فقط عن طريق التفكر في رقم 19 نستطيع تعلم علم الخلق بالكامل وعمل تطبيقات في حياتنا لكي يصبح الإنسان المؤمن هو المعلم الآخرين. فرجاء أنه يعني تتابعوا الحلقات القادمة، و إن شاء الله أن تزيدكم إيمانا وتحفزكم على الدعوة في سبيل الله عز وجل، لأنه حياتك كلها قيمة إذا سعيت لإعلاء كلمة المولى عز وجل، تشعر بقيمة الحياة، تشعر لماذا الله عز وجل وضعك على هذه الأرض. ولمعرفة التفاصيل أكثر رجاء تفضل يعني ومتابعة الحلقات القادمة رجاء تفضل زيارة موقع شبكة إنترنت www.quran-miracle.com. يمكن التواصل مع طريق البريد الإلكتروني zquran@gmail.com. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.